عشان كده يعني عليك باستخدام القوانين اللي في السلايدز، ولا شغلت انت مخك وحسبت لوحدك؟ بصراحة القوانين اللي هي اللي في سلايدز. ماشي، دي سهلة، بس انا قصدي اقول لك ان لو انت فاهم بقى كمان ممكن تستخدم يعني تحسب البروفيت عادي، تشوف الكوست كانت كام وريفينيو كام وتحسب وتطرحهم من بعض. تمام. نظني ان الموضوع يعني اهبل، فما تدهوش اكبر من حجمه، يعني الموضوع بسيط بس محتاج شوية تركيز خفيف. يعني تمام يا دكتور، برضه هحل الكويز تاني مرة كده وتاني كمان، وبرضه هحاول إن شاء الله أركز فيها أحسن أكتر يعني إن شاء الله. طيب انا بصيت كده بشكل سريع على الفايلات اللي انتوا رافعينها على ال LMS، فلقيت الدنيا بيس. هو دكتور محمد كحيل عمل لكم الميد تيرم ام سي كيو؟ اه بالظبط. طيب هل تحبوا ان الجزء بتاعي يبقى ام سي كيو؟ هو ام سي كيو هيبقى احسن في الموضوع النظري يا دكتور. يا دكتور انا عن نفسي موافق على ام سي كيو، ما اعرفش بقى بيت زمايل هيبقى متفقين معاك في نفس الراي ولا لا. شايف برضه ان ام سي كيو كويس جدا. انا موافق يا دكتور. وانا بس يا دكتور يعني لو الام سي كيو هيبقى في المسائل برضه، يبقى كل مساله يعني كل حاجه مش معتمده على اللي بعديها، بس عشان ما تلخبطش الدنيا زي ما دكتور محمد كحيل عامل معايا يعني. دكتور محمد كحيل لخبط الدنيا معاكم ازاي؟ لا بقول لحضرتك عمل كل سؤال ما كانش معتمد على التاني، فما كنا لو حد مثلا طلع ناتج غلط ما كانش هيعتمد على اللي بعديه. ماشي. لا انا بالعكس، انا ممكن اجيب المساله لوحدها اصلا. تمام، يبقى الام سي كيو هيكون افضل بكتير يا دكتور. هو ممكن حضرتك تعمل حاجه شبه اللي دكتور محمد كحيل عملها، اللي عمل فورميتيف اسسمنت وزي ام سي كيو كده، واحنا نشوف مثلا الدنيا ايه الاخبار فيها. طيب خلونا نفايناليز ده مع بعض المرة الجاية. تمام كده، هنبقى داخلين على طول، دي هتبقى آخر مرة قبل الامتحان ونقدر ناخد فيها. ممكن يا دكتور من هنا للمرة الجاية أنزل فورم ونشوف باقي الشباب، عشان مش كله يعني قال. احنا أصلا موجود هنا كام؟ موجود هو هنا هنا 70 75. أنا بتهيألي ده عدد كبير يعني. خلاص تمام. ممكن اللي موافق منكم على إن يبقى في جزء ام سي كيو يرفع إيده؟ جزء مش كله يا دكتور؟ يعني كده كده هتبقى في مسألة. أنا حابب المسألة تبقى لوحدها كده مسألة. المهندس كلها رفع اليد اصلا. انا شايف ما شاء الله ده يعني. ده انا اللي بقول لهم نروح نحرر القدس، مش كل دول ارفعوا ديهم. خلاص كفايه يا رجاله، نزلوا نزلوا. معلش يا دكتور، هو كده ان شاء الله يعني هيبقى مثلا المساله بس هي اللي تبقى ريتن والجزء الباقي كله ام سي كيو، صح كده؟ ده لغاية دلوقتي لو أنا استقريت كده، وهقول لكم ده المرة الجاية. خلاص تمام جدا. طيب يا دكتور لو سمحت، اتفضل. هو الفاينل هيبقى فيه نظري صح؟ بس كان عندي تعليق بالنسبة للي حصل في الميد تيرم. يعني حسيت ان دكتور محمد كحيل كان جايب نظري في الميد تيرم يعني مستخبي شويه، فممكن بلاش الحته دي. يعني ايه مستخبي؟ يعني كان بيسال جوه تعريف اصلا، يعني جزء من جوه تعريف. جزء من جوه تعريف؟ لا مش فاهم. يعني كان بيبقى فيه مثلا تعريف كبير قوي كده، هو بداية التعريف بتبقى يعني معروف هو بيسأل عن ايه. لا هو تقريبا دكتور محمد كان بيسأل في جزء صغير من التعريف الكبير ده بس. ما ايه المشكلة؟ ما بصراحة انا بتلخبط، لان بيبقى ليها كذا كذا حاجة تانية، كذا اجابة. ما هو على فكرة يعني
المفروض الامتحان بيعمل ديسكريميشن ما بين الناس، بمعنى ان يبقى في مثلا لو الامتحان 50 سؤال يبقى في 20 سؤال ستريت فورورد، وفي 10 اسئله مثلا نص الناس تحلهم، وفي 10 اسئله تانيين لا كمان 25% بس اللي يحلوهم، وفي 10 اسئله تبقى ملخبطه الناس شويه فاللي يحلهم 10%. يعني مش المفروض ان كل الاسئله تبقى عبيطه وسهله وستريت فورورد يعني؟ لا تمام انا مع حضرتك، بس لما خرجت من يعني انت اتلخبطت فيها سنه يا عزت، لكن غيرك حلها. ما انا كنت لسه بكمل لحضرتك، لقيت اغلبيه صحابي برضو احنا مش عارفين، كان في اختيارين مش عارفين ايه اني فيهم الاجابه يعني. طب لما نزل الموديل انسر حسيت ان الموضوع اتحل؟ لا أو انا دورت فيها برضو، بس هو كان الموضوع بالنسبه لي يعني حسيت ان هي ما جاتش معايا بسهوله بصراحه. ايوه لازم، انا قلت لك لسه يا مستر عزت لازم تبقى في حاجات في الامتحان ما تجيش بسهوله. تمام ماشي يا دكتور. طب يا دكتور هو احنا ممكن نقلل الاسئله لما بتجيش بسهوله؟ يعني مثلا لو هيبقى 30 سؤال ستريت فورورد و20 او اقل من كده كمان، يعني اللي هم فيهم مشاكل او بيوقعوا الناس؟ لا انا بالنسبه لي لما في مشاكل ده يبقى 10% 15% يعني اقل من النسبه اللي انت بتقولها بكتير كمان. يا ريت يا دكتور، عشان المفروض ان الماده دي ماده جي بي اي، يعني جي بي اي يعمل ايه؟ يعني المفروض ان الماده دي بترفع الجي بي اي. وحياتكم يعني بالله عليكم، فاحنا مش انا مش عارف بالكم ازاي يعني، بس الدنيا بره سودة. فاهمين حاجه؟ لا بصراحه مش عارف يعني الدنيا بره عمل يعني. الدنيا بره الكليه، الدنيا بره الكليه سودة، الشغل بره صعب جدا، فانت محتاج تخرج شويه بره فكره الدرجات والجي بي اي وحل وانجح، وتخش بقى جوه انديب شويه في حته ايه، ان انا باخد الكلام ده عشان هشتغل بيه في يوم من الايام. يعني انا مش فارق معايا ان انا اجيب بي في الماده ولا اجيب اي ماينس، بس فارق معايا ان انا ابقى طلعت بحاجه. والله يا دكتور هو لو على بي او اي ماينس يعني حاجه يعني حلو قوي، لو حاجه من الاثنين دول. هو يا سيدي انا مش فارق معايا ان انا اجيب سي ولا اي بلس، هو الفكره فارق معايا ان انا بعد ما اخلص الماده دي اكون في حاجه زادت جوه مني، في شويه معلومات زادت جوه مني ينفع بعد كده بقى يترجموا لفلوس. اسماعيل تمام يا دكتور، جزاك الله خير والله. يعني اكيد احنا قاعدين مع حضرتك وبنسمع، يعني احنا كل دقيقه بنستفاد منها طبعا. ثبتني يا اسماعيل والمصحف، انا كده انت هتروح شغل في الاوقاف بعد ما تخلص؟ لا يا دكتور، لا والله. يا عم اسماعيل والله جزاك الله خير. حد قال لك ان احنا في مجلس الشعب؟ لا يا دكتور والله ابدا والله. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان موضوع الاكاونتنج ده، يعني انا اصلا كنت داخل الماده برضو جي بي اي او كده، انا عايز اعلي، لكن الماده بجد ممتعه وكده. انا مش بتكلم برضو، خلي بالكو، انا مش بتكلم على الاكاونتنج، انا بتكلم على كل اللي انت بتدرسه، انا بحاول على قد ما اقدر اكسب منه مش معلومات، لاني خلي بالك ان المعلومات موجوده بره، بكسب منه مهارات عشان خاطر اقدر الاقي فرصه بعد كده كويسه. انت قسم ايه يا اسماعيل؟ انا ميكاترونكس يا دكتور. ميكاترونكس، طيب يعني خلي بالكم بشكل عام سوق المهندسين بره دلوقتي مش كويس، يعني حتى لو ربنا كرمني ان شاء الله واشتغلت، انا مش هدفي ان انت تشتغل باشمهندس راجل تكنيكال تصلح عربيه ولا توقف على خط انتاج ولا مش عارف ايه، انا عايزك كمان تبقى في ليفل اعلى من كده، اللي هو تبقى مدير بقى، تفتح حاجه لوحدك، لان الدنيا فعلا بقت صعبه جدا جدا. احنا ايامينا كانت الدنيا سهله، انا لو خرجت من الكليه واشتغلت انا على فكره اول مرتب خدته ما كانش يجيب 400 جنيه، واتجوزت وجبت شقه وجبت عربيه مش من 400 جنيه طبعا، بس انا قصدي
كان عندي فرصة ان انا ابتدي بقى وحفرك واخش في الحياة وبتاع. دلوقتي ده بقى صعب شوية، صعب كتير كمان. فربنا يخليكوا نخرج بره فكرة ان انت بتاخد الحاجات تحطها جوه دماغك تنجح وترميها، تاخد الحاجات تحطها جوه دماغك ترصها تزنقها كده لغاية لما تنجح وترميها. معلش يا دكتور، ممكن استفسار بسيط؟ مين بقول استفسار بسيط؟ هو الفكره كلها مش ان احنا نحط الحاجه في دماغنا ان احنا ننجح وعشان بس ايه ننجح ونجيب جي بي وكده، بس الفكره ان اللائحه بتاعت الكليه ان انا مثلا يعني قدر الله مثلا وصلت ان انا مثلا معايا 3 انذارات وكده، فاكيد اكون خايف ان انا يعني كل تفكيري اصلا ان انا ازاي اكسر الانذارات دي عشان ما اطردش من الكليه. صح يا احمد، صح صح صح، وان شاء الله وان شاء الله مش يطرد ولا حاجه. اه، فهو الفكره كلها ان اللي بياخد مواد الاي اس يو بيوصلها بمنطقتي ان انا عايز اجيب فيها يعني جي بي اي يعني اكتر من انا عايز استفاد بيها بسبب ان هو عليه انذارات فعايز يشيلها، بس هي دي الفكره. فاهمني يا دكتور؟ بس ان شاء الله يعني خير والله، الماده كويسه يعني ان شاء الله وهنبدا ان شاء الله. الجي بي اي بتاعك كام؟ انا 2.3. طيب ان شاء الله خير. انت يعني ايه يعتبر يعني ايه محتاج تمشي على اللي انت طب خلاص كام ساعه؟ لا انا لسه يعني حوالي 34 او 35. انت لسه بتقول يا هادي يعني؟ اه لسه في البدايه، لسه في البدايه. طيب خير، خلينا نتفرج، خلينا نتفرج على مساله امتحان. تمام يا دكتور. انا دلوقتي انتوا بصيتوا على مساله الامتحان او مساله الكويز بتاعت المره اللي فاتت، اللي اصلا كنت انا مديك الفيكسد كوست بكام، صح كده، وديتك الكوست بير يونت او الكوست بير برودكت، يعني الفاريبل كوست بير برودكت. تمام، و اديتك بعد كده الريفينيو اللي هو سعر اليونت. كان الهدف الاساسي، خلوني بس الاول اشير اتفرج على الوايت بورد. طب دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو بس عشان في ناس كميكاترونكس بره فمش عارفين يفتحوا الكويز امتى، فهو المفروض الكويز هيبتدي على امتى؟ الكويز قول مثلا هيبتدي على 9:30. 9:30 تمام ماشي، على ال ام اس صح؟ هو في حد اسمه احمد عمال يتصل بيا اهوت، هو ده بره ولا ايه؟ هو في مراجعه تبع ميكاترونكس بره، فاه في ناس كتيره بره. ده مين احمد وائل دوت؟ طب خليكم معايا ثواني. الو دكتور، دكتور is muted. Do you have a quiz today or win? I heard about quiz, but I don't know. Do you have a quiz today or win? We will have it at 9:30 p.m. We will have it at 9:30 p.m. No, what I mean the quiz is today or tomorrow. This is what I mean. Yes, today. Really? Yeah. I'm not aware, by the way. I know nothing about quiz. That's why. شباب احنا في حد بره؟ بره فين يا دكتور؟ يعني انا في ميتنج تانية دلوقتي؟ اه في ميتنج تانية، في ناس بعتوا لي بيقولوا للدكتور في ميتنج تانية فالناس مش عارفه تخش بسبب كده. ميتنج تانية على الجروب؟ مش عارف والله، هم قالوا لي ابلغ حضرتك بس مش عارف. في تقريبا دكتور رساله بتجيلي ان في ناس، هو نفس اللينك، نفس اللينك لو دخلت عليه من اللاب بيدخلني على محاضره تانية، ميتنج تاني بخش عليه من الموبايل بيدخلني على الميتنج اللي احنا فيها دلوقتي. مش عارف المشكله دي ازاي من ايه.
ممكن يدخلوا من على تيمز نفسه من غير اللينك. يعني انا دخلت من على اللاب من على تيمز نفسه من غير ما اضغط على اللينك يعني وكده ودخلت عادي. بس احنا كلنا في ديت اهو، احنا حوالي حاجه و80. احنا 89 دلوقتي حاليا. دكتور هو الميتنج الثاني تقريبا في حوالي 20 واحد. هو وقت الميتنج حوالي 20 بيهنج، فاللينك ممكن يفتح اتنين ميتنج مع بعض عادي. هو كده التيم مهنج. في ناس يعني تطلب ريكوست او لما تيجي تخش بيطلب مني اودت يعني لو انا ادخلهم يعني. فهي فعلا في ناس مش عارفه تخش. وفي حد بيكلمني في تاني دلوقتي بيقول لي 15 واحد هناك. شوف هو ده، انا في ميتنج واحده مفتوحه دلوقتي. ما هو التانية مش ظاهره مش عارف ازاي. ايوه يا دكتور، لا هو كده التيم مهنج. التيم مهنج بتحصل بعد اوقات عادي. دي المشكله بتاعت الدكتور بتاع التيمز، الدكاتره كانت بتتضايق من طلبه كتير انها مش بتخش ولا عدد كتير، وهم ما يعرفوش ان التيمز اصلا في مشكله. الطلبه بتخش في اجتماعين مع بعض. هو حلها بس عشان هم يحلوها ان هم يفتحوا من البراوزر عادي، ما يفتحوش من التيم نفسه. طب حد يعرف يقولهم كده؟ يعني اللي بره دول يقول لهم يفتحوا من على جوجل عادي، ما يفتحوش من التيم نفسه، ما يدخلوش على التيم. تقريبا الحل ان حكي يطلع يخش معاهم في الميتنج، يعرفوا من يطلعوا يخش معاهم في الميتنج الاصلي بقى، مش عارف بقى هتعمل ازاي يعني. طيب ماشي، يعني خلينا بس عشان ما نضيعش الوقت اقول لكم اللي انا عايز اقوله لكم، او الفكره اللي انا عايز ازودها ناخد بالنا منها عشان الامتحان. الوايت بورد ظاهره عندكم دلوقتي؟ اه ظهرت. اه هي فكره عبيطه جدا تمام كده سهل. احنا المفروض بيبقى عندي الكيرف ده كده، ده كيرف الكوست، وعندي الكيرف ده كده كيرف الريفينيو، والنقطه ديت هي نقطة بريك إيفن، والنقطة دي كده هي البريك إيفن بوينت إن دولارز. دي مسألة، دي المسألة عبيطة، ودي زي المسألة اللي إحنا حليناها. طيب تفتكر حد فكر في المسألة اللي احنا حليناها ازاي اديتك الكيرف ده؟ ازاي خليتك ترسم الكيرف ده؟ عملنا اول حاجة طلعنا الفيكسد كوست، بعد كده اللي هو اديتك الفيكسد كوست اللي هي النقطة ديت اللي كانت مش عارف تعرف ولا ايه. وبعدين بعد كده مش طلعنا اللي هو الفاريبل كوست، الفاريبل كوست هي كانت الميل بتاعنا هنا. صح كده؟ صح. وفي المسألة كان ستريت فورورد جدا جدا جدا، الفيكسد كوست ب 12000 مثلا، والفاريبل كوست كانت ب 15. صح؟ صح. طيب حد يقدر يديني فكرة كده أرخم عليك في ده شوية، يعني خليك تشغل دماغك شوية نستنتج احنا الحاجات ازاي؟ يعني في كوست لازم نستنتج يا فاريبل ولا فيكسد؟ في كوست هنستنتج، يعني اديني اكزامبل. يعني مثلا الايجار معروف ان هو فيكسد، في حاجات زي مثلا حاجات بتزيد، يعني نطبق بقى هي دايركتلي بروبورشنال مع البرودكت بتاعي ولا لا، فهعرف انها فاريبل. لو مش دايركتلي بروبورشنال هعرف انها فيكسد، فهحطها مع الفيكسد، ودي هحطها مع الفاريبل. من الذي يتحدث؟ محمد هشام. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ فكره حلوه يا محمد، ربنا يخليك. ماشي، انتوا فهمتوا محمد قال ايه؟ دكتور قال الايجار لو هنكلمه بالنسبه لعدد العربيات فهو ثابت، لكن لو هتشوف بالنسبه للسنه فهو متغير. انا كده يعني ايه، هسمرايز الكلام اللي قاله محمد هشام او اللي انا فهمت منه، ان انا بدل ما اديك رقم هو الفيكسد كوست
ورقم تاني هو الفاريبل كوست. اديك شويه ارقام، اديك 5 6 ارقام، والخمس ستة ارقام دول يبقى فيهم 3 ارقام بتجمعهم على بعض عشان يبقوا فيكسد، ورقمين بتجمعهم على بعض عشان تبقى الفاريبل كوست. حد فيهم حاجه؟ يا دكتور تمام. هل دي صعبه؟ هل الكيس دي صعبه؟ معلش يا دكتور تاني بعد اذنك الاخر كومبليت تاني. دلوقتي احنا عايزين نرسم الكيرف الاسود دوت. اول طريقه لرسمه، ودي اللي كانت في الكويز اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اللي مفيش عليه درجات، ان انا بديك الفيكسد بكام واديك الفاريبل كوست اللي هو السلوب ده بكام، والفيكسد دي عباره عن رقم ثابت والفاريبل كوست ده عباره عن رقم ثابت. اللي قاله محمد هشام دلوقتي ان انت مش هتديني رقمين، انت هتديني 5 ارقام. هتقول لي مثلا احنا بننتج عربيه، وخط الانتاج اللي بينتج العربيه دوت في مصنع بيدفع ايجار في الشهر 2000 جنيه. حلو كده؟ وبيدفع مثلا مصاريف حراسه في الشهر 2000 جنيه كمان ولا 1000 جنيه. وال العامل اللي بيجمع العربية الواحدة، العامل اللي بيجمع العربية الواحدة بيكلفني مثلا 10 جنيه، والماتيريالز اللي بحطها في العربية الواحدة بتكلفني 20 جنيه. الفاريبل كوست بتاعتي مين والفيكسد كوست بتاعتي مين؟ الفيكسد الإيجار والحراسة، أجمعهم على بعض بقت هي دي الفيكسد. طب وال30 وال10 دول فاريبل يعني البرودكت الواحد بس كده. وصلت؟ تمام. دي تركاح حلوه جدا، وهتخليني كمان اميز انت فاهم يعني ايه فاريبل كوست ويعني ايه فيكسد كوست. في لعبه تانيه مش بنفس الحرفيه ديت، يعني فكره محمد دي حلوه قوي، لكن ممكن حد يجيب لنا لعبة تانية. حد يعرف؟ Hello دكتور. تفضل. Okay, according to this paragraph, can you explain the difference between the fixed cost and variable cost using graph? I don't know, by the way. You want to differentiate between fixed cost and variable cost? Yeah, yes. Fixed cost and variable cost are summed together to give one graph. This graph in black is fixed cost plus variable cost. Okay. This part of the curve, X, represent the fixed cost, and the variable cost is the slope of this curve. Okay. حد عنده بقى فكرة تانية كان يقدر يخليني أرسم الكيرف دوت؟ لو أستنتج معادلة الخط بقى دكتور. أستنتج معادلة الخط. أديك إيه طب أنا في المسألة؟ إني two points اللي هم هيبقوا مثلا cost مثلا و وقصادها ال for example اقول لك مثلا ان انا عشان انتج 1000 عربيه محتاج كوست كذا، وعشان انتج 3000 عربيه محتاج كوست كذا. النقطتين دول يخلوك تعمل ايه؟ استنتج التوتال كوست من ال y2 minus y1 over x2 minus x1 بس، وتقدر بقى تقول لي الفيكسد كوست بكام بالظبط والفاريبل كوست بكام. دي صعبة؟
بإذن معلش الله. دكتور انا بس يعني انا مش معلش انا ممكن حضرتك تقول لي البيربوس اللي احنا بنعمله ده ايه؟ اخر فكره. عايز اصعب المساله شويه. انا فاهم، انا قصدي يعني ايه اللي كان مطلوب مننا. انت كده كده عشان تشتغل المساله بتاعتك محتاج الكيرف الاسود والكيرف الاحمر. بالظبط. الكيرف الاحمر ملناش فيه، ده تمن بيع السلعه خلاص. لكن الكيرف الاسود ده الفيكسد كوست والفاريبل كوست. اول طريقه اديتك الفيكسد كوست والفاريبل كوست ستريت فورورد. ثاني طريقه اديتك اربع خمسه كوستس كده مع بعض، وانت تقسم مين الفاريبل وتجمعه مع بعضه ومين الفيكسد وتجمعه مع بعضه. تمام. الطريقه اللي بعد كده اداني نقطتين على الستريت لاين، فقدرت استنتج معادله الستريت لاين. اللي هو اداك نقطتين على الستريت لاين اللي هو الفاريبل كوست. لا مش على الفاريبل كوست، قال لي انا عندي مصنع عربيات ولقيت نفسي تكلفه انتاج 1000 عربيه بمثلا بمليون جنيه، وتكلفه انتاج 2000 عربيه ب 10 مليون جنيه. هو كانه اداني ايه دلوقتي؟ بالظبط. مديني نقطتين على الكيرف الاسود، على الكيرف الاسود. تمام. تقدر انت بقى توجد المعادله بتاعته؟ بالظبط. هقسم واي واي 2 واي. لا لا ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه بهتقسم، ماليش دعوه بهتقسم. خلي بالك في 500 طريقه ممكن حد يكتب المعادله بتاعه الواي بتساوي ام اكس بلس سي ويعوض فيها مرتين. ممكن يرسمهم عادي لو يعرف ياخد لهم سكيل او حاجه. انا قصدي يعني اسهل حاجه الواي بتساوي ام اكس بلس سي، وبعدين يعوض بالنقطتين يجيب الايه، يجيب الام والسي. تمام. اخر حاجه بقى انا اديك الفيكسد كوست رقم، والفاريبل كوست العب معاك سنه بس عشان تحسبها. يعني فور اكزامبل اقول لك ان انا عندي خمس عمال كل عامل منهم بياخد 100 جنيه في اليوم، والخمس عمال دول مع بعض بيقدروا يطلعوا عربيتين كل يوم. تعرف تقول لي الفاريبل كوست بتاعت العربيه الواحده كم؟ مئتين وخمسين. بس كده عملت ايه؟ جمعت العدد الساعات اللي هم بيشتغلوها، ضربتهم في الرقم اللي بياخدوه في الساعه، وقسمت على عدد العربيات اللي بتاعهم. بس كده عبيطه جدا على فكره. دكتور اتفضل. هو انا المفروض ان انا يعني انا لما يجي لي الفلوس العماله ما تبقاش بالساعه بقى بالبرودكت، علشان انا دلوقتي قلت ان هم بيشتغلوا في الساعه، انا اعرف منين ان هو هيخلص البرودكت ده في الساعه دي؟ هو بيقول لي بقى، هو بيقول لي ان مثلا عشان يخلص البرودكت ده بيحتاج 10 ساعات. يعني الوقت اللي هيديه لي هو ده الوقت اللي خلص برودكت واحد. الخمس عمال في ال10 ساعات بينتجوا 3 عربيات. ايوه خلاص تمام. وهضرب الخمس عمال في ال10 ساعات واقسمه على 3 يديني تكلفه العربيه الواحده. تمام شكرا. هل انتوا شايفين ان دي حاجات صعبه؟ دكتور. Yes. It's too difficult by the way. I understand nothing by the way. Yes. Because I had some students that are saying yes, but. What's your name? هو اتقفل عليه مايك يا دكتور من هناك. What's your name? مريال. مريال. Is me Maryam. Maryam. Now Maryam. We discuss how to find the equation of the straight line. But I was not there, by the way. To draw this line, for example, if you know that this part is 10, is 10, and the slope is 2, you can write the equation, yes? The equation, which means you can say 10 square plus 2 square is equal to the square root of the hypotenuse. No. Compare this information with this equation. Y is equal to 10x. Y equal mx plus c.
M if the slope is a straight line. Yes. And C is the fixed part here. So this equation will be y equal 2x plus 10. Okay, thank you. Yes. Thank you. I can write this equation by different information. I will not give you this 10 or 2. I will give you that at 1. This point was 12. And at 2, for example, this point was 14. And now you need to, by these two simple information, to get the same equation. You understand? يا شباب. Hello. أيوة. دلوقتي أنا 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 حاولت على قد ما أقدر إن يعني ما تبقاش فيه حاجة مفاجأة بالنسبة ليك في الامتحان. الفاينل ولا الكويز يا دكتور؟ في الكويز وفي الفاينل. تمام. هل ممكن بقى نجرب نفسنا في الكويز بجد؟ دكتور. وانا كان عندي سؤال. اتفضلي. هو انا في حته النت انكم والنت لوس، انا لو عملتها باللي هو اجيب مثلا عندي البريك ايفن بوينت عندي اللي هي ال 2000 وانا بيقول لي هات النت انكم، فانا اجيبها من اللي هي بيقول لي مديني اللي هو 3000 اللي هو بقى 3000، فانا الفرق بينهم هيبقى 1000، فانا لو عملت ال 1000 دي في سعر الحاجه هتطلع لي برقم، ولو عملتها بالمعادله حضرتك قلتها هتطلع برقم تاني، فانهي بقى الصح فيهم؟ خلي بالك النت انكم، النت انكم مش سعر الحاجه في عدد الوحدات. وانا دلوقتي لما اكون ببيع الواحده ب 100 ب 100 واقول لك ان انا بعت منها 10000 واحده، هو النت انكم بتاعتي او البروفيت هي 100 في 3000؟ هو انا اكيد هخصم منها تمن الكوست اللي انا عملت بيه الحاجه اصلا. بس كده. طب ماشي، ما هو انا مش انا فلو عايزه تضربي ال 3000 تضربيها في ايه؟ او تضربيها في الفرق ما بين الكيرفين اللي هو الريفينيو، يعني اللي هو الفرق بين الكوست والبرايس. ده اللي بيسموه الكونتريبيوشن مارجن. ايوه. لكن المنطقي هو قال لي 3000 يونت، هشوف تمن بيعهم كام واشوف الكوست بتاعتهم كام. ازاي؟ عندي نفس ال 3000 مره عوض في الكيرف الاسود ومره عوض في الكيرف الاحمر، وبعدين اطرحهم، اطرح الاثنين من بعض، ولو الاحمر هو اللي فوق يبقى انا بكسب، طب لو الاسود هو اللي فوق يبقى انا بخسر. دكتور معلش، هو حضرتك لما قلت 5 عمال ب 10 ساعات بيعملوا 3 عربيات، بعد كده قلت ايه؟ انا كده ببقى عايز اعرف الكوست بتاعت العربيه الواحده كام. قلت لي هكت يعني هضرب الخمس عمال في العشر ساعات في سعر الساعه واقسم الكلام ده على 3. تمام، يطلع لي كده كوست العربيه الواحده او الفاريبل كوست بتاعت العربيه الواحده. الفاريبل كوست بتاعت العربيه. شكرا دكتور. ماشي، نتكل على الله ونكويز يا دكتور. بس ممكن عشان انا كان من ضمن الطلبه اللي الحمد لله وصلوا للميتنج بسلام، فما سمعتش اللي اتقال خالص، يعني انا بحاول استوعب من كلام زمايلي، بس يعني الحقيقه برضو الفكره مش كامله في دماغي خالص. طيب ماشي، انا عامل حاجه كويسه جدا، الميتنج متسجله صح؟
انا اقصد الكلام الموجود ده مش موجود في الكويز، الكلام اللي بيتشرح ده مش موجود في الايه، مش موجود في الكويز قصدي، ما حدش هيسالها في الكويز صح؟ ايوه لا في الكويز ده انا بقوله عشان نعرف نحل الكويز. انا مش على فكره انا ما شرحتش اي حاجه جديده النهارده، يعني ده كلام قديم. طب تمام، انا عمال اناقش افكار في الكلام القديم، اللي هو مثلا فكره ان يبقى مديني ميل وفيكسد بوينت وكده. ايوه ان بدل ما يديني فيكسد وميل يديني نقطتين على الخط مثلا. تمام، ساعتها اجيب السلوب واشوف الفيكسد بوينت بكام، وبعد كده اجيب المعادله، اعوض في الواي بتساوي ام اكس بلس سي، واجيب الام والسي، فجبت الايكويشن. جاست بقى انك وصلت للايكويشن خلاص، انت بتكمل المساله عادي. تمام تمام، شكرا يا شباب. انا هديكوا فتره كده عشان خاطر الناس اللي ما سمعتش المحاضره تسمعها، والكويز هحطه على ال ام اس الساعه 10 واسيب له فتره نص ساعه. ماشي. هو يا دكتور بياخد قد ايه يعني الستوب ووتش بتاعه؟ قد ايه؟ نص ساعه؟ نص ساعه ولا هو ايه بالظبط؟ معلش نص ساعه. دكتور يس I didn't have the excuse today. I didn't have it. You are not ready for the quiz today? The problem, I didn't have that is the quiz. And I don't know even which topic there is a quiz. Is it in course accounting or what? I don't know, by the way. It is very simple. As that was in the LMS and at the solved example I have sent to you. Okay. I will try. Do your best and let us see the results and discuss after you finish the quiz. Yes. Okay. Thank you. شباب. دكتور معلش انا عندي سؤال. اتفضل. هو دلوقتي في ميجر تاسك هينزل لنا ولا مفيش؟ ميجر هو دكتور كحيل اداكوا ايه؟ لا ما ادناش حاجة يا دكتور كحيل، هو سامي بس وخلاص. يعني خلاص الويك 18. ف دكتور كحيل اداكوا ايه؟ اخدنا اثنين اسايمنت. هو على فكرة ان انا مش لازم احط الميجر تاسك، ممكن يبقى شوية اسايمنت وخلاص. تمام، انا بس بطمن يعني عشان هو الكويز هيبقى 10 بالظبط، عشان احنا بس في مكان فعبال ما اروح بس، فهيبقى 10 بالظبط ولا هيتقدم شويه؟ لا 10، ده انا بالعكس انا كنت عايز اعمله دلوقتي اخلص افتحه، بس قالوا لي في ناس لسه داخله وما لحقتش تسمع الكلام. طب يا دكتور معلش، هو ما ينفعش الكويز يبقى دلوقتي عشان هو طب هيبقى ام سي كيو دلوقتي؟ مساله تمام ماشي. مين اللي بيقول ما ينفعش كويز يبقى دلوقتي؟ انا يا دكتور. طب بالنسبه لزمايلك اللي بيقولوا احنا ما لحقناش نسمع الكلام دوت ودينا فرصه نتفرج عليه او نبص عليه، اعمل فيهم ايه؟ هو انا بس بقول لحضرتك عشان يعني بحكي يعني مثلا المحاضره هيخلص 10، انا عندي شغل بس كنت عايز اخلصه. انت مين؟ انا احمد القاضي، احمد ياسر قاضي العز. احمد امتحنك لوحدك؟ لو ممكن ماشي، لو مش هسبب مشكله حضرتك يعني. مفيش مشكله طبعا يا احمد، انت بتقول لي اصلا سبب، انا احترمه جدا فكره ان انت عندك شغل دوت. طب هو لو كان هيكون النهارده اصلا حضرتك يعني دلوقتي ولا دلوقتي؟ مش انت عايز تمتحن دلوقتي؟ همتحنك دلوقتي لوحدك. تمام ماشي ولا ايه؟ تمام